قائم مدرسه الفن والهندسه نادي الزمالك اللي فتح المدرسه امبارح بالليل وحقق فوز كبير على حساب فريق سوار الغيني برباعيه نظيفه وسط حضور جماهيري كبير جدا. الحقيقه انه الزمالك من بعد ما غير، وده يمكن الناس كلها ملاحظاه، بعد ما غير اوساريو والفريق ما شاء الله ماشي كويس جدا، لكن عاوز اقول لكم انه يعني كل الخبراء بيرشحوا الزمالك للفوز بالبطوله. الحقيقه فعلا يستحق الزمالك اسم كبير وتاريخ عريق. تخيل الزمالك كمان لو حل ازمه القيد في يناير ومع حماس اللاعبين وبعدهم الجمهور الكبير العظيم ده، ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني هتبقى اموره كلها كده خلاص استقرت، يبقى اكيد هنشوف الزمالك في حته تانية وبطولات كبيره بيحصل عليها. ده موقف الفرق الاربعه في البطوله. تعالوا مع بعض بقى ندخل في تفاصيل اكتر وكواليس اكتر من خلال تليفون او مداخلتنا مع الناقد الرياضي سعد صديق اللي معانا على